توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، اللي هو دائما يرى في الشباب أنهم عندهم القدرة في أو المهارة في أنهم يناقشون ويحاورون مواضيع. الحين الكاتب يوفر لنا فكرة، يوفر لنا إبداع، يستاهل أن يعطيه مبلغ رمزي. نحن كلنا لازم نستوعب شيء، أن العلم، نحن صح أنه لازم ننشر العلم، لكن العلم مو ببلاش. كأفضل بداية أن نبدأ في معرض الكتاب، فكأفضل مثال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يوم بدأ معرض الكتاب انطلق بستة ناشرين فقط، فهذا رهان مش لليوم ولا بكرة، لا، مدى أجيال قادمة، توجهات الدولة من خلال القراء ونشر المعرفة